واحد انضرب. تعال يا معود. والشركات والعقول النفطية راح تكون عندنا واقفة يمها ويتم غلقها بشكل كامل. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. اليوم سقط شهيدين واصيب نحو 25 متظاهر بنيران القوات الحكومية في بغداد مساء اليوم الجمعة، كما تعرض متظاهرون في محافظة جنوبية لهجمات بقنابل الغاز والرصاص الحي اثر تظاهرات شهدت قطعا لعدد من الطرق. طبعا حاولت القوات الحكومية تفريق المتظاهرين في شارع محمد القاسم السريع المحيط بالعاصمة بغداد من خلال مهاجمتهم بقنابل الغاز والرصاص الحي، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوفهم. في ساحة الخلاني هاجمت قوات حكومية على متظاهري ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير وسط العاصمة، وحاول المتظاهرون التفريق بالطرق القريبة وعدم مواجهة عناصر الأمن الذين انسحبوا عقب الهجوم ليعود المتظاهرون إلى الساحة. مصدر في وزارة الصحة قال بأن المستشفى القريب من شارع محمد القاسم استقبل مساء اليوم شهيدا و26 مصابا من المتظاهرين، وبين بأن مصابا ثانيا استشهد حال وصوله إلى المستشفى كان قد أصيب بقنبلة غاز في رأسه كما هو حال القتيل الأول. أكد بأنه تم إدخال المصابين إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج، وما زالت هناك إصابات خطرة بعضها برصاص حي وأخرى بقنابل غاز. طبعا احتشد مئات المتظاهرين بعد ظهر اليوم في ساحات التظاهر التحرير، الخلاني، الطيران، شارع محمد القاسم، رددوا شعارات مناوئة لإيران، طالبوا بإنهاء نفوذها في البلاد، حذروا من استمرار المماطلة والتسويف وعدم تنفيذ مطالب المتظاهرين. كذلك شهدت عدد من المحافظات الجنوبية هجمات مماثلة ومحاولات لتفريق التظاهرات بالقوة. تجدد التوتر في محافظة كربلاء على إثر تظاهرات واسعة في مركز المدينة وشارع النقيب. هاجمت القوات الحكومية المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريقهم، فيما قطع المتظاهرون في فلكة الأحرار عددا من الطرق وأحرقوا الإطارات فيها. في الديوانية قطع المئات من أهالي الديوانية الطريق الرابط بين بغداد والمحافظات الجنوبية، كما خرج المئات من أهالي بلدة الشامية في المحافظة بتظاهرات مطالبة بتنفيذ المطالب ووقف محاولات تسويف مطالب المتظاهرين. ردد أهالي الناصرية مركز محافظة ذي قار أهازيج وهتافات منددة بأحزاب السلطة، أكدوا أن محاولات قمع التظاهرات وإنهائها عبر التسويف والمماطلة لن تجدي نفعا، وشددوا على أن استمرار التظاهر حتى تحقيق المطالب فيما تم مواجهتهم من قبل القوات الحكومية بقنابل الغاز. في الناصرية مركز محافظة ذي قار، أو بالتحديد نروح إلى المثنى ومركزها مدينة السماوة، شهدت تظاهرات حاشدة ردد فيها المتظاهرون شعارات منددة بالحكومة وأحزاب السلطة التي تحاول تحقيق منافع لدول أخرى على حساب العراق. التظاهرات شملت أيضا محافظات النجف، ميسان، البصرة، بابل. كذلك لم تخلو هذه التظاهرات من هجمات من قبل القوات الحكومية بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. في غضون ذلك انتقد زعيم تيار الصدري زعلان مقتدى الصدر على المتظاهرين في ساحة التحرير، وكتب تغريدة على تويتر قال: أبدي أسفي وعتبي على من شكك بي من متظاهري ساحة التحرير وباقي المحافظات،
يقول مما كنت سندا لهم وكنت أظنهم سندا لي وللعراق، يعني هذا حتى في اتهام وتخوين، وذلك في إشارة إلى اتهامات وجهت للصدر في وقت سابق من قبل الناشطين بأنه يسعى لتطويق تظاهرات الانتفاضة العراقية من خلال دعوته اليوم إلى التظاهرات الحزبية والميليشياوية، واللي ما طولت غير ساعتين، والتي دعت إلى إخراج القوات الأمريكية. نستقبل اتصالاتكم، تعليقاتكم حول آخر مستجدات ثورة تشرين، آخر مستجدات على الساحة العراقية، آخر المستجدات على الساحة العراقية عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، أرقام من داخل العراق وأرقام من خارج العراق. معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك وتحية لشعب العراق العظيم. حياك الله يا حبيبي. قوات تشرين المجيدة وهم أبطال النصر إن شاء الله. إحنا نقول لمقتدى، أنت عمرك كله ما كنت سند لأحد، عمرك كله ما سند، شو كنت ساندتهم أنت يعني؟ شنو اللي سويته؟ أنت عندك أعضاء بالبرلمان، عندك وزراء، عندك وكلاء وزارة، وعندك مدراء عامين، شو كنت ساندتهم؟ ثانيا انت اكثر مره تصرح تقول اني ما احط بايدي بايد الفاسدين، بعد تطلعوا وياك منهم وياهم اليوم القران، شو هم نفسهم الفاسدين اللي تصيح عليهم؟ اذا ما الفاسدين ما تسحب وزراءك من الحكومه، ليش قاعدين لي هسه؟ ما تسحب نوابك من البرلمان يستقيلون؟ خليه يقدمون الاستقاله، لو الراتب اعز من الثوار. زين اذا انت تقول سند لهم تعال اقعد وياهم. انا اتعجب من واحد، طبعا هو مو تظاهره، هي مسيره. طبعا هو حولها بعد ما فشلوها الثوار، حولها الى مسيره. تعال مع جمهورك. مو انت مو تبعتهم؟ غير تمشي تاولهم؟ انا اللي اعتقد انه العراقيين مربعين انه اذا واحد صار قائد للمجموعه هو يصير قدامهم يمشي. يعني ما تقدمهم انت، لو قاعد بيرا مش عندك بيرا يعني. تدرس؟ لا. مستضيفينك؟ لا. إلا خايف، هذا بعد شيء ثاني، بعد ضربة سليماني كلها شدة الزلم، ولا واحد، ولا اجتماع لحد الآن، ويطلع لي قيس الخزعلي يطلع لي من سرده يلقي لي كلمة، ما تطلع، يعني بس شلتوا بالسفارة الأمريكية طلعتوا؟ شوف قلت له اثنين عندكم شردتوا، يعني شلون الشعب يثق فيكم؟ يعني لا جربوكم بالمال طلعتوا فاسدين، جربوكم بالشجاعة طلعتوا أجبن، يعني أجبن حتى من إسماعيل ياسين، بعد شلون كنت تجون؟ غير تقنعني انه انت ويا الشعب، تعال ويا الشعب يقعد وياهم، انت مو اغلى من الشباب هذول اللي فاتحين صدورهم للرصاص، انت مو اغلى من الشباب اللي فاتحين عقولهم يستنشقون الغاز المسيل للدموع، انت مو احسن من المختطفين، 13,000 مختطف لحد الان وماكو، انت مو احسن من الناشطين اللي غدروهم وقتلوهم، مو احسن، تعال اقعد وياهم، اقعد ويا شعبك. وانا اللي اتذكره يعني بصراحه هذا سؤال عندي دائما محيرني، ابوه سيد محمد الصدر يعني كلهم عرفوا قبل لا يعني ينقتل، شو كان ما عنده شيء، قاعد ببيت اجارب بالنجف، زين انت من وين لك هذه الفلوس؟ انا هذا سؤال، انت مو تقول انا ما فاسد ما مشارك بالحكومه؟ بعد الفلوس هذه منين؟ لين امس انتم من سويتوا مضايف وقعدتوا الناس وقمتوا تطونهم اكل وتطونهم فلوس وتجيبون لهم سيارات على حسابكم. بعد هذول انت واذا ويا الثوار بعد غير تجي تطي هذول انت غير تعينهم لو هم على قولتكم ياخذون من السفارات اللي انتم اساسا كنتوا قبل يعني قاعدين بها السفارات وقابضين من عندهم فلوس هو على كلها علامات استفهام يعني هو من يلقي يكتب له على تويتر وهو نفسه طبعا هذا محمد صالح العراقي ما ادري شو اسمه نعم هو نفسه بالي. هو نفسه يكتب بتكتب شيء لازم تحسب انه الناس ترد عليك تسالك انت ما سويت شيء، شو اللي قدمته للعراقيين؟ كل العراقيين دون انت تشارك بحكومه سنتين وانسحبت بعد ما اخذت كل المقاولات وغيرها وقلت انا معارض. هسه مسيرتك شنو راح تسوي انت؟ شنو الغايه منها؟ خروج القوات الاجنبيه؟ ما يطلعون. اكو انت البرلمان طار وجود القوات الامريكيه بقانون، روح الغي القانون مو تحكي لي. القوات الاجنبيه الموجوده اللي هي حاربت داعش عمل قانون روح الغوا قانون مو تحكي لي حكي هذا بيع اعلام قبل كنت تبيع على الناس نعم ابو علي واقف جدة الجايين ابو علي من واسط
أبو علي من واسط كان معنا، شكرا لك. أحمد من أربيل، تفضل أحمد. أحمد تفضل. أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون؟ يا هلا بيك. الله يسلمك. تفضل. بالنسبة موضوعك اليوم الخير هذا، تفضل. شفت مخرج الخطرة شفت مظاهري على نعم. ألو أسمعك أخي العزيز. تفضل أخي. أكو مشكلة بالصوت مع أحمد من أربيل، نعتذر منك. فاطمة من الكويت، تفضلي فاطمة. ألو يما. تفضلي. السلام عليكم يما. وعليكم السلام ورحمة الله. الله ينور عليكم، الله ينور عليكم، ربي ينور عليكم، ربي ينصركم، ربي ينصركم، ربي ينصركم، وإن شاء الله الشباب عيالي أحفادي إن شاء الله معاهم جيش الرحمن، إن شاء الله معاهم جنود الرحمن، جنود الرحمن معاهم، جنود الرحمن معاهم، جنود الرحمن معاهم للنصر، لا يتضايقون، جنود الرحمن معاهم. يما نعم. يما يما نعم. وين كبار السن؟ ليه كبار السن ليه متهينهم بروحهم؟ كبار السن ينصب خيمة، كل فرقة ينصبون خيمة يمهم هيبة، يهابهم الكلاب، الكلاب رعبتهم، الكلاب اختفتهم، الكلاب اختلتهم، خل كل منصب يم خيمة فيها كبار السن، يترك عائلته، يجيب عائلته معاه ويقعد معاهم هيبة، ينهابون. قضوا عييل، قضوا لا هو عند زايته قاعد، يروح لما بعيب يمر عليها بتابوت، كل شيء شايلة الحد، ما شايلة واحد اثنين، حرام حرام والله حرام حرام يما. ليه خليكم معاهم؟ جوعان وعطشان وضميان وبالبرد واقف، المطر يكب على السابة، عييل يما، عييل صغيرونين، عييل يما، عييل، حرام 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 يا الكبار السن. وين العشائر؟ أنا كنت أهتب على العشائر، وين غدوا؟ وين غدوا؟ وين رحم؟ ليه؟ وين رحم العشائر؟ إن كان أعطاكم عادل، أعطاكم أخذ من مخابيكم ما أعطاكم. نعم. هو عويد الإيراني أخذ من مخابيكم ما أعطاكم، خليه يسمعوني، خليه يسمعوني العشائر كبار السن والعشائر والشيوخ، خليه يسمعوني. ليه؟ حرام عليكم، حرام تأهينهم بالشوارع، حرام تأهينكم هيين 15 16 7 يعني أمه ما تبي، حرام حرام يما حرام. جوعان وضميان وغطشان ومرعوب، راعبين الكلاب، كل ساعة الكلاب راعبين، كل ساعة ماخذينهم 2 3. أنا أشكرك أم فاطمة من الكويت كانت معنا. محمد من الطارمية، تفضل محمد. محمد تسمعني؟ انقطع اتصال مع محمد من الطارمية. طبعا أكد في تغريدة أخرى مقتدى الصدر، قال فيها بأنه سأحاول من اليوم ألا أتدخل بشأنهم، يقصد على الثوار في ساحة التحرير، بالسلب أو بالإيجاب، حتى يراعوا مصير العراق وما آل إليه من خطر محدق يتخطفه الجميع من الداخل والخارج بلا هوادة ولا رحمة. العراق مخطوف صار من 2003 ولغاية الآن، هسه تقول راح ينخطف العراق؟ طبعا يواصل المتظاهرون التوافد إلى ساحة التحرير وسط بغداد دعما للإجراءات التصعيدية السلمية التي قررها المنتفضون بعد انتهاء مهلة الوطن. يأتي هذا مع تأكيد المتظاهرين في بغداد والعديد من المحافظات على إصرارهم على مواصلة التظاهر حتى تحقيق أهداف ثورة تشرين بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة في البلاد. خلونا نقرأ بعض رسائل الواتساب. يعني أرجو دائما وأكرر وأقول يا أخوتي يا أخواتي تكون الرسائل قصيرة حتى نقدر نقرأها. تحية حب واحترام لي
قناة الشعب، الشعب الذي لا يخرج من أجل حقوقه ووطنه المسلوب وإخوته الذين سقطوا شهداء، ويخرج لأجل دعوة صنمه كما يقول الفاسد لا خير فيه. تحياتي أخوكم الثائر سعدون هادي أبو حسن من ذيقار قضاء الفهود. قضاء الفهود، نعم. رسالة يقول: السلام عليكم، الشهداء أكرم منا جميعا، تحية حارة إلى ثوار العراق وهم في سواترهم، أقول لهم الثبات، النصر قريب بعون الله، حماكم الله نوار. نعم، معنا اتصال أبو مثنى من صلاح الدين، تفضل أبو مثنى. نعم 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 محمد، والله يعني على هذه المتظاهرين وهذه يعني هذا الأعمال يعني والله يعني حتى بطننا توجعنا يعني من نشوف هذا. اي والله، يعني ونتمنى ان شاء الله الله يحفظهم، والله ان شاء الله ينصرهم، والله يحقق آمالهم. نعم اي والله، نصينا التلفزيون ابو مثنى ان شاء الله. الو، نصينا التلفزيون. الله يخليك. الو، ان شاء الله أسمعك. الله يحفظهم ان شاء الله، الله يعينهم على جروحهم. امين يا رب. امين يا رب العالمين، وان شاء الله الله يبنى خامتهم عليهم ويحفظهم من كل سيء ان شاء الله. امين. انا اشكرك ابو مثنى من صلاح الدين كان معنا. رساله من ابو احمد من بغداد يقول فيها، يقول: اخي العزيز مقتدى الصدر وجماعته جيش المهدي سابقا الذين قتلوا العراقيين على الهويه بمرحله الطائفيه، اصبح لديهم المال والسلاح وهم في قمة الجهل كما يقول بعد الاحتلال ودخلوا في الحكومة. إذن المعركة الآن بين الجهل والعمالة الأجنبي والذي يمثله جماعة الصدر والميليشيات كما يقول، وبين العلم والوطني الذي يمثله ثوار ثورة تشرين. إيمان النشم من النمسا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصدر هذا لخاطر سليماني طلع بمليونية، وشباب العراقي الصادق بحب الوطن ما وقف معه. السلام عليكم، أنا أم الوفا من كربلاء، تقول: بالنسبة للمظاهرات المليونية هذه لعبة وخطط لإسقاط ثورة تشرين من قبل مقتدى الصدر، جالس في إيران يريد يراوي مسيرته بأنه كل الشعب يمثلني، هاي قدام خامنئي، عود شوف الشعب ثار ضد المحتل الأجنبي، لعد ليش المتظاهرين سواهم مخربين وقطاع الطرق. ومع تزامن اقتراب الأربعينين لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هم يقودون مسيرات بالجادرية، وبالليل يطبون كوسترات وبيدهم أسلحة وقامات وسيوف يقتلون بها الأبرياء الثوار. شكرا لبرنامجكم الرائع، شكرا لك. رسالة من عماد فيصل من أمريكا يقول فيها تحية لقناة الرافدين الوطنية، يقول: نشد على أيدي الثوار في ساحات العز والشهادة، لا تراجع، فقد أفلس المفلسون في كبح ثورتكم، والنصر قريب. أخوكم عماد فيصل من أمريكا. رسالة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عراقي من العراق، كلهم حرامية من مقتدى، أخلي إيدك كما يقول. نعتذر عن استلام المقاطع الفيديو والاتصالات المباشرة على الواتساب، عندنا أرقام موجودة إخواني إخواتي، موجودة أرقام أسفل الشاشة من داخل العراق ومن خارج العراق. مساء الخير أخ عمر، عليك وعلى جميع العاملين في هذه القناة المميزة في نقل أحداث ثورة تشرين، نتمنى لكم النصر والتوفيق والشعب العراقي الشقيق، أخوكم يوسف بركة من فلسطين. شكرا لك. طبعا اليوم واحد مغرد يقول اليوم التظاهرات اللي خرجت جماعة مقتدى والميليشيات والأحزاب اليوم اللي طلعت، يقول شو ما شفنا بيهم لا قتيل ولا جريح ولا اعتقال ولا قنص، يقول لعدوان الجوكر الأمريكي الطرف الثالث اللي هم الأحزاب والميليشيات، يقول لك هو الطرف الثالث اللي يقتل بالمتظاهرين، ليش ما ضربهم اليوم؟ ليش ما سوى شيء؟ طبعا احنا نتمنى السلامة للجميع بدون استثناء،
ولكن يعني التساؤل في محله وتغريده في محلها. اذا كان الطرف الثالث هم طالعين من السفاره الامريكيه كما يقولون او يحبون يسموهم الجوكريه، كان استهدفوا هذه التظاهرات كما يقول، ووفرت طبعا لهذه التظاهرات كافه مستلزمات الراحه من نقل من خلال باصات الحكومه، طبعا هي باصات تابعه للدوله، توفير قوات امنيه لهم، الحمايه لهم، كل وسائل الراحه، وهاي طبعا معده من ايام وليالي. ولكن المسكين المتظاهر اللي صار لاربع اشهر يطالب بوطن، يطالب بان يعود العراق بشكل صحيح، يتم تخوينه وتهديده بتغريده. معنا اتصال حسين من ميسان، تفضل حسين. اخي بخصوص يعني المظاهرات الحاليه مال اليوم ومال صار تقريبا اربع اشهر مش خمسه. نعم. يعني هواي فرق، هسه هاي المظاهرات اليوم يعني طلعت يعني سلميه، لا حرب لا شيء، يعني وهتافاتهم ضد امريكا، ذيك يعني كلا كلا لايران، ما يقولون كلا كلا لامريكا، بس كلا كلا لايران. يعني ايران شو مسوي؟ مثل امريكا قتل الحشد، قتل القاده، يعني ليش هذا؟ الو؟ وياك حسين، تفضل. يعني فرق هاي، يعني المظاهرات يعني دست. يعني بس فهمني انت ايش تحكي على تظاهرات اليوم؟ نعم نعم، اللي طلعت يعني اليوم مظاهرات يعني سلميه، اللي طلعت اليوم يعني بيها مشاكل ولا حرق ولا شيء، ليش المظاهرات يعني مو سلميه؟ ها ما تشترين مو سلميه؟ نعم، مو صار بيها حرق وصار بيها ذبح وصار منو بيها قتلهم؟ ها منو قتلهم ذولا متظاهرين ثورة تشرين؟ مو هو لو يعني يظهر بصورة صحيحة وسلمي، ها أكو إيه منو كتله يعني ماشي السوى بالله نفتحت التحرير حاليا، تمام راح يعني أجي شو أي راح أجي وياك أنا. يعني اليوم نعم. أنت دولة وحكومة وواحد تقول أنه هذا ما مشى بالطريق الصحيح أو طلع بتظاهرة ما مرخصة، ماشي؟ نعم مو سلمية يعني ماشي مو بدي اجي وياك حتى اوصل وياك الى نقطة حتى افتهم، لو تقنعني لو اقنعك لو 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 تقنع الجمهور تجي تقتلني انت لو تحيني للقضاء وشنو تهمتي؟ يعني ماكو تهمة بس انت مو سلمي يعني تريد تدري يعني ماكو تهمة شلون مو سلمي؟ يعني شو تريدني انه اني تابع التيار لو الحزب لو الميليشيا حتى انت تقتنع انه انا سلمي؟ لو شو تريدني؟ هسه حبيبي خلنا خدمك، يعني هاي طلعت اليوم هسه هاي المليونيه، يعني شنو هاي؟ يا مليونيه يعني بالله، وين المليونيه؟ لا حزب ولا شيء، ولا تيار شلون مو حزب؟ شعب وطلع. لا 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 لا، تيار الصدر دعا لها، بدر دعت لها، العصائب دعت لها، المالكي دعا لها. حسين والله حرام، ترى والله الإنسان يذنب، يحصل ذنب لمن يستهين بأكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى وآلاف المعتقلين ويقول ذولا حيل الله بيهم وذولا مو سلميين، يبرر القتل. يعني أنت شاركت الآن بالقتل، يعني من يعني بكلمة، أنت إذا بكلمة شاركت بقتل مسلم فأنت مشارك، فأنت مشارك. روح اسأل، اسأل شيخ الجامع اليمك، اسأل أبوك الأكبر منك، اسأل الناس الفاهمة، قل له أنا حكيت هيك وقل الذولة مسلمين ويستحقون القتيل، أنا علي ذنب لو لا؟ ويقول لك اليوم والله التظاهرات زين، شون يا خلي تطلع تظاهرات ضد التواجد الأمريكي، ما عندنا مشكلة أبدا، خلي يطلعون يوميا، بس صار الاحتلال صار ل 17 سنة، مو انتوا وضعتوا ايدكم بيد الاحتلال؟ مو انتوا جيتوا على الدبابة الامريكية؟ لوموا الامريكان، انتوا تلزمون حكوم تقعدون بهاي المناصب، تصير عندكم هاي الاموال والامتيازات. هسه طالع لي تظاهرة
ضد التواجد الامريكي، ما كان طلعتوا ويا المتظاهرين، بس شلون هو المتظاهر طالع عليهم؟ المتظاهر طالع على الفاسدين، والفاسدين دعوا الى تظاهره مال يوم وطلعوا، والله الحجه ضد التواجد الامريكي في العراق، هذولاك الامريكان، والله البيزود خليه يروح يطلعهم، هذولاك الامريكان يلا شوفوا لنا ذراعكم، صار لكم 17 سنه قعدتوا ويا الامريكان وقلتوا بحجه انه والله بدنا نسوي بلد ونسوي ديمقراطيه ودستور جديد وخطيه الشعب العراقي تعبان، وبعدين طلعتوا لنا حجه المقاومه بعد ما رادوا يعتقلون مقتدى الصدير لان عليه مذكره القاء قبض كنا نتذكرها بال 2004 بمقتل متهم بقتل بن قاسم الخوئي، ها وهجموا عليه الامريكان بالنجف وصارت بيناتهم مصادمات لفتره، وبعدين هم جماعه الصدر سلموا سلاحهم للامريكان مقابل دولارات، هاي كلها ننساها، ومتهم جيش المهدي بالطائفيه مقابل القاعده هم نذكرها بال 2006 2007 وكتله آلاف مؤلفه من الابرياء هم ننساها، يا عمي حرام علينا وعيب علينا احنا ننكر الواقع، يعني شنو والله لان انه صار فتره زعيم ديني هو او غيره، احنا مع احترامنا الشديد لشخصه او لغيره، ولكن هذه حقائق لا تنكر ابدا، لا تنكر ابدا، هذه دماء ناس، يعني اللواقه ترى ما راح تخلصك من الحساب لا في الدنيا ولا بالاخره. نعم محمد من هولندا، تفضل محمد. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك عمر وحياتكم الشريفه، حياك الله يا هلا بيك حبيبك عمر، لا يحرك قلبك خلي يولي القافله تسير والكلام تنفع. لا مو احنا طبعا اذا ما يحترق قلبنا على هاي الشهداء وعلى البلد، ها اللي صار له 17 سنه يسرقون به وقاعدين ويا الامريكان وهم اللي وقعوا الاتفاقيه، ويجي المالكي يحط الورد على 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 قبر الامريكان ويشكرهم، وعبد العزيز الحكيم وغيره وغيره كلها بالصوت والصوره، وهسه والله طلع الشعب العراقي هو الخاين وهم ذول الزعماء السياسيين هم الوطنيين، يعني عيشوا شوف منافقين اخ عمر، دول منافقين دجالين. نعم. يتبعون الارشيد الخامنئي، يعني هم بعد يعني مهم. نعم. فهو يقول انه متظاهرين مو سنيين، ليش هو من جاي يشيل سلاح؟ من جاي يقتل المتظاهرين ويرقص؟ طلعتوا انتم قناتكم اخ عمر الصور. نعم. يقتل المتظاهرين ويرقص، يعني كيف مو سلميه؟ يعني في واحد ينتحر يدمر نفسه يفجر نفسه كيف يعني؟ وطبعا كلهم تظاهروا اليوم ما بهم اليوم ما بهم يتلف، وكلهم ميليشيات تقسيم مدني ظهرت طبعا كلهم ميليشيات، وانا من الناس كنت مخدوع بالصدر والله العظيم، وانا مدت الصدر، لكن هذا انسان دجال ايراني اكتشفنا انه هذا عميد ايراني يكره العراقيين، فالصدر ما يمثلنا، وكلهم دول اليوم تظاهروا عمر كلهم ميليشيات ومشاهدين صور سليماني قاتل العراقيين مجرم راح جهنم ان شاء الله وبئس المصير. وتحيه لك عمر. حياك الله محمد من هولندا كان معنا. علي من الناصريه تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخي الكريم شلون صحتك؟ حياك الله يا اهلا بك. طريق قناه عمر دوجه رساله لمقتدى الصدر على مظاهره اليوم. نعم. اريد اقول له 700 عراقي استشهدوا وكتلتهم الميليشيات المواليه لايران، ليش ما طلع ما وصل له محافظه وعزاها؟ ليش وهو بايران يعني يامر المرش ويامر هاي الناس تروح مظاهرات البغداد؟ والله شنو طردوه من كتل سليماني يردون يطردونه لو ولدنا هم يردون يستفردون بينا على مود ينزلون؟ انا شيعي ومن اهل الناصريه. حياك الله. بس الناشد انه يعينونا بالمعونات، احنا ساحات التظاهر لانه صار لنا 3 أشهر جمنا ما نملك المال، يعني امكانيتنا غلت من وراء هالكلاب ذولا غيس الخزعلي وهذا العامل ذولا الكلاب ولد الكلاب اللي جندتهم ايران صنعوا داعش وسووا ارواحهم هم خبصونا من داعش. زين اسالك بالله اذا يقولون ايران هي اللي فائدتنا، بس ارد اسال خل كلام يسوى على العالم كله، اذا يقولون
إيران مو إن 125 طيار يدفعون أهل يخلونا نقاتل بهم داعش وغيره، إذا هي صديق تريد تساعدنا ليش ما تنطيها طيار؟ نعم مو صحيح لو لا؟ بالفعل زين تشتري السلاح من روسيا بربع السعر وتبيعه علينا بثلاث أربع، هاي بحربنا ويا داعش. بعدين هو داعش منين؟ هو صنيعة إيرانية عهود الشعب العراقي يلتهبي، وهم صاروا قادة مال أحزاب مهندس لعنة الله عليه يقود لميليشيا، وذاك غيث الخزعلي الله يهديه والآخر يقود لميليشيا، الله وكيلك كتلتنا بالعشرة يعني ذبحتنا ذبح أذتنا أذية تامة، مثل ما حرقنا وطلعناهم إلا يمكن سبع شهداء لو ثمانية رايحين عندنا. نعم فالذي ده من نحسهم تناشدون العالم ترسلون معونات، احنا ساحات التظاهر معونات اكل وشرب يعني، يعني حتى لو تحولون اموال على مدن ظل هاي الصحة فاتحة ابوابها منا الى ان نخلع ذول الفاسدين. واشكركم جزيل الشكر. الله يحفظكم، الله يحفظكم وينصركم. لا تقصرون عني. الله يسلمك. تقبل حسين اهل الناصرية، تقبل حسين ابو عبد الله. الله يسلمك ويخليك، اشكرك. علي من الناصرية كان معنا. ابو احمد من ديالى تفضل. ابو احمد السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوي هاي المظاهرات اليوم لانها الاحزاب ما تمثلنا قطعا، الاحزاب الميليشيات الايرانيه ايران كل بلد تجي عليها ما تحل الا البلابي. هاي المظاهرات الاحزاب من قبل مقتدى وغير مقتدى ما تمثلنا نهايا الشعب العراقي من الجنوب للشمال. الامريكان اذا طلعوا كل واحد يلف جوشه قوي حق الامريكان. ليش؟ لأن لما الإيرانيين دلونا دلة وقتلونا كتل بس أول يدري، زين يعني ما خلونا ما خلو كش كش ما خلو بالدنيا، زين يا وجاني قيس خذ علي قراري آية قرآنية ومقتدى قندر قراري آية قرآنية، مين جيتكم أنتم؟ أنتم أنت الإسلام بريء منكم، زين يا إسلام تدون دي عمي مو تقولوا لي يهود، اليهود يشرف معكم، زين كاف عاجل. هاي المظاهرات اليوم ما تمثلنا، واحنا الحي اهل الناصريه اهل الجنوب كلهم رفعت راسنا، زين زين هم كانوا استحوا. هذا خطايا الدكتور البارحه مسؤول المظاهرات بالناصريه يقول احنا نبيع موبايلاتنا وفي سبع عمود نبقى بالمظاهرات، كان استحى هذا مقتل القدر وقال 100 دكتور ورا ومو سيد، سيدي وكان المسجد وكان المنبر اذا هو سيد صدق ما جاي يريد يحرض على قتل الناس. نعم أبو أحمد من ديالى كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. كربلاء الآن 24/1/2020 استمرار القطع الجزئي في محافظة كربلاء. هذا جسر الضريبة حاليا. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. خلونا نقرا بعض رسائل واتساب. يقول سعد من السعوديه يقول تحيه للساده والعزه والمهابه للشعب العراقي. الشعب العراقي يعيد صناعه الامجاد للوطن والعالم، تضحيات انسانيه تحمل علامات الجوده الفطريه لكل مكونات الشعب. يقول ما كاتب اسمه، يقول السلام عليكم اخي الكريم، تبقى هذه الثوره السلميه مهما سالت دماء الشهداء الزكيه. رسالة يقول فيها السلام عليكم أخي العزيز مقتدى الصدر، كانت ولا زالت لديه وزارات خدمية كلها بإيده، لماذا لم يقم بتلبية الخدمات للمواطنين مجرد قام بتبديل مدراء البلديات كافة في المحافظات وبيع قطع الأراضي التابعة للبلديات من قبل أتباعه، وهذه المظاهرات يوم مجرد يريد بها إرضاء إيران. معنا اتصال. علي من بغداد تفضل. علي علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
تفضل عادي. عبد العزيز على محمد القاسم. شلون؟ يعني تفضل. تفضل عادي. قطع اتصال مع علي من بغداد. رسالة يقول: السلام عليكم، أخوكم أبو إبراهيم، أوصي الثوار في العراق بالصلاة والدعاء والنصر من الله، والنصر من الله قريب بإذنه تعالى. أبو حسن من الأردن يقول: من أعان ولو بشطر كلمة أعان ولم يقتل جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه ميؤوس من رحمة الله. الله يجزاه بالخير، ذكرنا بهذا الحديث: من أعان ولو بشطر كلمة ولم يقتل جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه ميؤوس من رحمة الله. يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل في الأحزاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، معنا اتصال. خميسي من الجزائر، تفضل خميسي. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو، من فضلك. أهلا وسهلا بك، تفضل. ألو، خميسي من الجزائر. اسمعك بس نصر التلفزيون. مساكم بخير اخويا. وطي لي صوت التلفزيون. هذا الصور هذه والله عظيم صور قديمه جدا جدا، باش انسان سبحان الله بسلاح يقتل اخيه ثم يقص عليه. هذه لم تفعلها الكلاب ولا القطط ولا الحيوانات المتشرده ولا حتى الاسود، لم تفعلها. هذه اناس خرجوا من مله محمد عليه الصلاه والسلام. هذا ليس بشر، ليس من البشر ابدا. هذه عقليه فارسيه، هذه عقليه قديمه قديمه جدا جدا من العصر الحجري الفارسي. هم في العقليه هذه عقليه متحجره، وجي له يفتي هذاك نعم مقتدى الصدر يقول لك في الايه القران يتبرأ منك، نحن مسلمين والحمد لله. حتى هؤلاء المتظاهرين اطهر منك، أناس طيبين الله يرحمهم، الله يوسع عليهم. هم أناس أعفاء علي، أنظف منك، أطهر منك في المظاهرات هذوكم. أنت لا تسوى شيء، أنت لا تمثل لا الإسلام ولا الكفر ولا الصهاينة. أنت خرجت عن ملة محمد، خماسي. أنت خرجت عن كل الأديان كلهم حتى ذلك. تمام خماسي. وصلت. المتسكع الذي تظاهر باستقالته، ذلك الدموي. نعم. يستحمر البشر، يفعل في أشياء يمقتها العاقل والمجنون. كذلك الحلبوسي، هذا الكلبوسي، هذا كذلك. هم طغمة واحدة، طغمة فاسدة جاءت إلى العراق لتدنسه. كلهم أبناء إيران، وذلك الوسائس وزارات المستقيل ذو الجنسية الفرنسية. لقد امتص الفساد الفرنسي والهمجية الفرنسية وطبقها للشعب العراقي الأعزل المسكين. تلك أحقاد دفينة في أجسادهم، اختلطت نعم بالحقد الفارسي والحقد الفرنسي. خميسي من الجزائر كان معنا. أرجع وأكد أعزائي المشاهدين، عندك مداخلة أهلا وسهلا بك، تعبر عن رأيك بشكل حضاري أهلا وسهلا بك، بس ما أريد تجاوز. نرجوكم على أي شخصية كانت. أكو اتصال. أبو حيدر من كركوك، تفضل أبو حيدر. أبو حيدر تفضل. ألو، أهلا وسهلا بك، تفضل. شوانك عيني، شو صحتك؟ يا أهلا بك أستاذ العزيز. إحنا على الوضع هذا جاي نسأل على هالمظاهرات وعلى هالوضع، مثل ما يقول العراقي تعبانين على شنو يعني؟ طالع مظاهر على أمريكان خمال بارحة جوا علينا، أمريكان قديمين. نعم صح لو لا؟ نعم إيه. إحنا هذا كله بس يعني بس الشعب جاي يتعب وشباب جاي تروح يقول نعم. بدون أي حساب ولا حد يحاسب، يعني شحب تعبان، يعني مين ما تجيبها ما ترى ما تدري يعني. إحنا نفس تعبنا، إحنا بيد كما يقول بيد حكومة زينة تفرق ما هو على الشعب، ما هو على الفقراء، ما هو على المحتاجين. نعم صح لو لا؟ أكيد إيه طبعا. بس أنتم مثلا من خلال منبركم هذا يعني تتوصلون
توصلنا رسائل تعبانه، اكثر الفضائيات هي ما توصل المعلومه بشكل صحيح، مثل ما كل من حسب القناه اللي هو داوم بيها. اي ما حد يفكر يعني مثلا ابسط قناه عراقيه هي ما تحكي الا لها، يعني هاي القناه تابعه لفلان، هاي تابعه لفلان، هاي تابعه، كل من يوصل اليه مثل ما يجي. نعم. فاحنا الموضوع من خلاصه الكلام من الموضوع هذا، هي كلها لعبه بيد امريكا وغير امريكا. مثل ما يقول ما يخلي الشعب العراقي ما يستقر خلاص ولا يصير براسه خير. زين؟ الله يعين. كل ما في الامر. أنا أشكرك أبو حيدر من كركوك كان معنا. محمد من بغداد يقول إذا ريد يتحرر العراق ونرجع كرامتنا وهيبة العراقي هو الرجوع إلى الله، فإنه القادر على كل شيء. تحياتي لقناتكم. لماذا دائما يظلمون الثوار والسبعمية شهيد ويتهموهم بأنهم أو تقول هم الأحزاب السبب بالقتل؟ يعني الإخوان ترى والله إملاءكم لازم تأخذون دور النوب بالإملاء، يعني ما معقولة كلمات مدمجة. فأرجو يكون الكلام مختصر وواضح حتى أقدر أقرأ، لأن أنا ترى أقرأ مباشرة أفتح الرسالة أقرأها، فأرجو أن تكون الرسالة واضحة. اتصال معنا أبو ياسين من بغداد، تفضل أبو ياسين. حياتي لك أخوي على قناة الرافدين. يا هلا بك. أخي هاي المظاهرات هسه اللي سووها الجماعة هاي مال الحشد الشعبي، هذا دجل جديد. أو شوفوا يا شعب العراق، اللي دمر البلد هي بس أمريكا، هي أمريكا دمرت البلد بيكم أنتم. وعيب عليكم شوية تسحوا. أنت مقتدى، أنت عندك شعبية يمكن كان ثلاث أرباع العراق هو إلك. فتقدر من زمان من 2003 لحد الان تقدر كل شيء تسوي انت، بس انت ابن ايران وواضح انه انت ايش وقت الناس عرفتك 100% انت عدو العراق من ماتوا هؤلاء الدجالين الاثنين، لان انت العراق يقتل ما صلحت تتكلم انت وهاي السيف وعمار الحكيم من ماتوا دول الدجالين الاثنين طلعت بانتقام، انا راح ارجع جيش المهدي وذاك يقول. فانتوا مبينين كلكم على العراق والعراقيين، شويه عيب تستحي على 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 نفسك. العالم ترى كشفتك، انت دمرت البلد انت. وانا ذيك مره افتتحت المظاهرات مال التحرير فلقيت الصراحه يعني صوره معلقه، اريد اقول للمتظاهرين هذا شنو تعلقون صوره؟ هذا هو الرئيس الاله العملاقه لايران لتدمير العراق. اذا تقولون احنا نريد نحرر البلد من هؤلاء الدجالين والسياسيين نزلوا صورة مقتدى، لأن عيب. هذا شنو تتعلقون صورته؟ هذا هو اللي دمر البلد، هذا دجال، هذا حاقد، هذا ما يحب العراق ولا يحب العراقيين ولا يحب كل شبر بالعراق، هذا بده العراق كله يصير رماد. هذا نعم. دجال يا أخواني، وأنا أشكرك قلت عليك. أبو ياسين من بغداد كان معنا. مثل ما وردنا قبل قليل أنه إصابة 35 متظاهر بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز من قبل القوات الحكومية والميليشيات على السريع محمد القاسم. رسالة تقول تحياتي لحضرتك ولقناة الرافدين صوت الحق. تقول ميليشيات مقتدى قتلوا أخويا وابن عمي وخالي. أرجو قراءة رسالتي حتى يعلم هذا المتصل. نادية من بغداد. معنا اتصال أبو ناصر من الكويت، تفضل ابو ناصر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا بك. اللهم ارحم الشهداء. امين. واشفي الجرحى. وفك اسر الاسرى. وارحم امهات الجميع الصابرات المؤمنات. لا اله الا الله محمد رسول الله. قبل شوي واحد اتصل عليكم من العماره ويقول اللي يمشون ضد الامريكان يتظاهرون ضد الامريكان لا اله الا الله، يعني هم السبب، هم يتحرشون بالقوات او شيء، وهذول سلميين ضد ايران. طيب اقول ايران ايش خلت؟ سوت وايش خلت؟ الحرب اللي 8 سنين تلبت برقبه العراق، السيول
اللي افتحتها عليكم جماعه قطعت الانهار 40 نهر قطعتها عن العراق، ما قطعتها امريكا، قطعتها ايران 40 نهر وجمعتهم بنهر واحد، واي لحظه تفتح عليكم السيول مثل ما صار بشهر 4 شط العرب اللي سمموه، حتى الاسماك ما سلمت سممتها طول هالسنين والتفجيرات، كواتم ولوافق، اللافق شنو مكتوب عليها؟ مكتوب عليها ميد ان امريكا ولا ساخت ايران؟ ايش خلت ايران؟ 8 سنين 17 عام من التقتيل، الشباب قاموا مطالبين بحقهم، يقولوا نبي وطن. من يحكم المنطقة الخضراء؟ يحكمها مجموعة من الأجم. نعم كانوا عايشين بالعراق ويتكلمون بلهجتكم مولودون صح، بس أصولهم ولاهم هواهم لإيران. إيش خلت إيران يعني إيش خلت؟ ما يتذكر صورة جندي عراقي بأيام الحرب العراقية الإيرانية يقطعونه نصين بالجيبين، سيارات الدفع الرباعي يربطونه بين سيارتين جيب ويقطعونه، يعني هذه مو كافية تأثر فيه؟ إيش خلت إيران؟ عندي ملاحظة ثانية. نعم. يا حبايبي يا خوالي يا أخواني، لا تقولون نريد رئيس وزراء، لا تطيعونهم، لا تسايرونهم، لا تمشون بتيارهم، قولوا نريد إسقاط النظام ونريد رئيس دولة، نريد رئيس دولة. يعني إذا تقولون رئيس وزراء يعني تعترفون بدستورهم هذا الباطل. نريد رئيس دولة، نريد إسقاط النظام. نعم. وإيران إيش خلت إيران؟ وصلت الفكرة أبو ناصر من الكويت. أنا أشكرك. أختم برسالة من علي ابن المولى يقول فيها: اللهم احفظ العراق وأهله، اللهم بردا وسلاما على العراق وأهله، سلام من أهلي واسط الحبيبة إلى قناتكم وكل العاملين فيها وإلى كل الأسود المرابطين في ساحات الاعتصام. إذن حصلت اليوم شهيدين، عشرات الجرحى، قبل قليل وردنا 35 إصابة بحالات اختناق في صفوف المتظاهرين جراء إطلاق قنابل الغاز من قبل القوات الحكومية على المتظاهرين في على طريق محمد القاسم في بغداد. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.